بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء الطيب أقدم خالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور مصعب الجمل رئيس جامعة سليمان الدولية، وإلى الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان نائب أول رئيس الجامعة على دعمهم على هذه الورشة التدريبية، وشكر أيضا موصول للسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمدير التقني مهندس سليمان. كما يسعدني أنا محدثكم الدكتور عبد السلام الوحاتي عميد أكاديمية سليمان الدولية أن نرحب بجميع المشاركين معنا في هذه الورشة التي نتمنى أن تكون مفيدة للجميع، فأهلا وسهلا بهم جميعا عبر المنصة الافتراضية لجامعة سليمان الدولية، ونأمل أن تكون هذه الورشة فيها الفائدة المرجوة. طبعا الورشة بعنوان مهارات المذيع المهنية وفن الحوار التلفزيوني. وقبل أن أقدم ضيفنا ومحاضرنا الكريم في هذه الورشة، أود التنويه إلى أن الأسئلة والمداخلات إن شاء الله ستكون في نهاية الورشة، وأيضا الشهادات سيتم إرسالها إلى المشاركين المسجلين في الرابط الذي سيتم نشره بإذن الله قبيل نهاية الورشة. قبل أن نقدم الصديق العزيز المحاضر الدكتور الخبير الإعلامي الدكتور مصطفى عبد الوهاب، طبعا أود التعريف به، فهو طبعا غني عن التعريف ولكنه من المهم التعريف به، فهو حاصل على الدكتوراه في كلية الإعلام من قسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، وقام بالتدريس في الأكاديمية الدولية للهندسة وفي كلية البنات بجامعة الشمس، وأيضا في كلية العلوم بجامعة القاهرة وبجامعة النهضة وجامعة 6 أكتوبر وبالمعهد الكندي وبالجامعة العربية المفتوحة وبالمعهد العالي للشروق. وطبعا هو معروف أنه هو طبعا مقدم برامج ومذيع نشرة وأيضا تعليقات إخبارية منذ عام 1990، ورئيس القناة السابعة وبعدها رئيس قناة النيل الثقافية ثم نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية، وحاليا هو مستشار بالهيئة الوطنية للإعلام منذ عام 2017. طبعا أنا أفتح المجال إذا كان في هناك رغبة لمعالي رئيس الجامعة أو النائب الأول لكلمة يستهل بها زميلنا العزيز دكتور مصطفى محاضرته، فليتفضل رئيس الجامعة إذا كان لديه كلمة، أو نائب رئيس النائب الأول لرئيس الجامعة دكتور مصعب. دكتور عبد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا نحن الآن متواجدون في هذه الورشة العلمية التي سيقدمها الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الوهاب في تقديم الأستاذ الدكتور عبد السلام الواحاتي. نأمل لهذه الورشة النجاح، وطبعا المكتوب بالعنوان يعني منذ البدء كان العدد مكتمل تقريبا، فلذلك هذا الحضور الكبير يدل على أن الجميع متشوقون للسماع بما سيقدمه الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الوهاب، فنحن أيضا ننتظر لنستمع ونأمل النجاح والتوفيق دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي رئيس الجامعة البروف مصعب الجمل، والآن فليتفضل بروف عبد الكريم الوزان نائب أول رئيس الجامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا. أتمنى
التوفيق لسعادة الدكتور الأخ الفاضل بإلقاء محاضرته في هذه الورشة، وأتمنى للجميع أن يستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بروف عبد الكريم، ونتمنى لك السلامة. الآن فليتفضل صديقي العزيز الدكتور مصطفى عبد الوهاب الخبير الإعلامي الشهير على بركة الله وتوفيقه يبدأ ورشته. تفضل يا دكتور مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه ورسوله. السادة الكرام، السيد الفاضل الدكتور مصعب الجمل رئيس الجامعة، السيد الأستاذ الدكتور عبد الكريم الوزان نائب أول رئيس الجامعة، الحفل الكريم. في الحقيقة لا أود في البداية أن أعتبرها محاضرة في حضور هذه القامات العلمية الكبيرة من الزملاء من الأساتذة في كليات وأقسام الجامعة المختلفة، ولكن فلنعتبرها بمثابة حلقة نقاشية نطرح فيها عددا من القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بمهنة المذيع، لأنني في الحقيقة من المشغولين منذ فترة طويلة بقضية هل مهنة المذيع هي مهنة من لا مهنة له كما يقال الآن؟ لماذا صارت الشاشات مستباحة أمام كل من رغب في العمل كمذيع حتى ولو لم تتوفر له المقومات الأساسية لعمل المذيع؟ ما هي الأدوار المطلوبة من كليات وأقسام الإعلام في كل الجامعات وعلى رأسها جامعة سليمان الدولية في أن تضع الضوابط المهنية الواجبة واللازمة لممارسة مهنة المذيع؟ ما هو دور النقابات المهنية المطلوب وأجهزة الإعلام كي تلتزم بتلك الضوابط؟ لماذا هناك مهن كثيرة لها مواصفات ولها ضوابط ولا يمكن لأحد أن يقتحم تلك المهن إلا إذا التزم بتلك الضوابط إلا مهنة المذيع؟ هل يجرؤ أحد أن يعمل في المحاماة دون أن يكون قد درس القانون وتخصص فيه؟ هل يجرؤ أحد أن يعمل في الطب أو في الهندسة أو في أي تخصص من التخصصات الأساسية؟ ولماذا مهنة المذيع على وجه الخصوص هي مهنة من لا مهنة له في الوقت الحالي؟ هذه القضية التي تشغلني منذ فترة دعتني إلى أن أحاول وأجتهد في أن أضع بعضا من الضوابط الأساسية والسمات المهمة لمهنة المذيع، فمن توفرت فيه تلك السمات أهلا وسهلا به بعد أن يخضع الاختبارات اللازمة كما خضعنا من قبل سنوات طويلة. لم يكن أحد يستطيع أن يصل إلى الشاشة إلا عبر اختبارات قاسية وتمر عبر تصفيات ومراحل حتى نتأكد من سلامة الصوت ومن سلامة المظهر ومن سلامة المستوى التعليمي والثقافي والنفسي والذكاء وسرعة البديهة وغيرها من السمات الأساسية الواجبة لمهنة المذيع. كنا ندخل في اختبارات المذيعين بالآلاف ويتم التصفية حتى يتم اختيار 5 أو 10 من بين 1000 أو 2000 تقدموا لهذه الاختبارات. اليوم اختلفت الصورة واختلف المشهد، وصرنا نرى عبر الشاشات وجوها وأصواتا ما كان لها أن تدخل إلى تلك المهنة لولا حالة الفوضى الموجودة في المناخ الإعلامي. ومن هنا كانت أهمية طرح هذه المحاضرة في تلك الليلة عن مهارات المذيع والسمات الأساسية الواجبة فيه، وأيضا معها فن الحوار التلفزيوني. كيف لي أن أتصور مذيعا دون أن يخضع لاختبارات صوتية، دون أن أتأكد من سلامة الصوت ومخارج الألفاظ والحروف
ودون أن أتأكد من خامة الصوت أنها مناسبة، ودون أن أتأكد أيضا من وجود ثقافة صوتية لدى المتقدم للعمل كمذيع يجيد فن الوقفات، يجيد فن النبر وفن التنغيم، ويجيد الأداء بشكل جيد وينقل الإحساس عبر الألفاظ والكلمات والمعاني. اليوم طبعا لا أحد يهتم كثيرا قضية الصوت، صوت المذيع واختيار الأصوات المتميزة الجيدة السليمة. كيف أيضا أتصور مذيعا يعني يقوم بالعمل عبر الشاشات وليس لديه الحد الأدنى من الصورة ومن الشكل؟ نحن لا نطالب بشخص شديد الوسامة أو بشخصية شديدة الجمال، ولكننا نطالب بالحد الأدنى من المظهر أمام الكاميرا. من المعروف أن الكاميرا التلفزيونية لها متطلبات، فهناك وجوه تصلح للعمل التلفزيوني ووجوه أخرى ليس بينها وبين الكاميرا أي ألفة أو مودة. هناك اختبارات تتم، هناك أيضا ما يسمى بثقافة المظهر، كيف ترتدي الألوان المناسبة في العمل الذي تقوم به، إن كان برنامجا صباحيا أو برنامجا مسائيا أو برنامج داخل الاستوديو أو خارج الاستوديو. وهناك في قصة الصورة والمظهر كلام كثير يقال، ربما ليس المقام الآن أن نتحدث عنه بالتفصيل. أيضا عندما أتحدث عن مهنة المذيع لا يمكن أن أغفل أو أتجاهل ما يسمى بالكاريزما أو الحضور أو القبول، تلك الهبة الإلهية الكريمة التي يختص الله سبحانه وتعالى بها بعض البشر، فنجد لهم طلة، نجد لهم روحا أثناء الأداء وأثناء الكلام، نجد هناك ألفة بينهم وبين المشاهدين، نجد هناك نوعا من الصدق، نوعا من الطبيعية وعدم التصنع وعدم الكلفة. كل هذا يظهر في شخصية وروح المذيع، والذي يتميز بالبساطة والتواضع الشديد والابتسامة الحاضرة عليه طوال الوقت. إن الكاريزما يا سادة طبعا يعني هبة إلهية، وهي علم كبير الآن يدرس في كل الجامعات والمعاهد، كيف تكون صاحب كاريزما وشخصية كاريزماتيك حتى يكون هناك بينك وبين المشاهدين جسر من المحبة والتواصل الدائم والمستمر. كيف أتصور مذيعا يفتقر إلى المقومات الأساسية للثقافة اعتمادا على أنه قد حصل على شهادة جامعية؟ ومن المعروف أن هناك فرقا كبيرا بين المستوى التعليمي والمستوى الثقافي، فالمستوى التعليمي هو الحد الأدنى الذي نطلبه للعمل كمذيعين، لكننا نتطلع دائما إلى ما هو أرفع من ذلك، إلى المستوى الثقافي. والثقافة بحر كبير من العلوم ومن المعارف ومن القيم ومن الخبرات ومن التجارب التي يكتسبها الإنسان طوال حياته، تشكل ما يعرف بالشخصية المثقفة. فالإنسان المثقف هو صاحب رؤية وصاحب موقف في هذه الحياة، فنحن نبحث عن المذيع صاحب الرؤية وصاحب الموقف، نبحث عن المذيع الذي يجلس أمام ضيفه يكون محاورا له بالند، يكون له على مستوى المحاورة والنقاش، يستطيع أن يناقش ويجادل ويبدي رأيا ويتحاور ويتناقش مع ضيفه حتى ينال احترام الضيف وتقديره. لا نريد مذيعا يقول نعم نعم أمين أمين طوال الوقت دون أن يكون لديه مرجعية ثقافية تساعده على إجراء حوارات حية وجيدة ومتميزة. نحن أيضا نبحث عن المذيع صاحب الثبات الانفعالي الذي لا يتأثر بحالات مزاجية متفاوتة طوال الوقت، فنحن كبشر نتعرض لحالات انفعالية متغيرة، فقد نكون يوما ما في حالة من المزاج الجيد ويوما آخر في حالة من المزاج السيء. إن المذيع المتمكن المحترف هو الذي يتمكن في حالته الانفعالية
ولا يدع الحالة الفردية هي التي تتمكن منه. فهب وافترض أنني اليوم على الهواء مباشرة، لدي لقاء مثلا مع أوائل الثانوية العامة الذين نجحوا بتفوق، وهذا اللقاء يتطلب مستوى من البهجة والفرحة والسعادة والسرور، ولكن ربما أكون في هذا اليوم على وجه الخصوص لدي حالة انفعالية سيئة أو مزاج سيء، فهل أترك حالتي النفسية هي التي تظهر أمام الشاشة، أم يكون لدي قدرا من الثبات الانفعالي بحيث أستطيع أن أتحكم في مشاعري الداخلية وأعطي اللقاء حقه وأعطي الانفعالات حقها في سياقها المناسب؟ إن مسألة الثبات الانفعالي تدعوني دائما إلى أن أكون متوازنا ولا يأخذني حماس زائد مفتعل فأصل إلى درجة الصراخ كما يفعل بعض المذيعين، أو أكون بارداً لا إحساس ولا مشاعر لدي كما يفعل البعض الآخر، لا هذا مطلوب ولا ذاك مطلوب، ولكن الثبات الانفعالي هي مدى قدرتي على التحكم في مشاعري وانفعالاتي وفقاً للسياق المطلوب في اللقاءات والحوارات ووفقاً لظهوري على الشاشة. نحن أيضاً نحتاج إلى مذيع يتميز بالقدرة على التخيل، فإن الخيال قرين الإبداع، فالمذيع الذي لديه خيال واسع وعريض يستطيع أن يتكلم بكل طلاقة ويرتجل، ويستطيع أن يملأ أوقات كثيرة في الهواء كلام مفيد وجيد، لأن كلما زاد الخيال لدى العلم كلما كان خيال خصبا، كلما كانت المعلومات حاضرة متوفرة، وبالتالي كان الأداء أمام الشاشة أداء جيدا. فنحن نبحث عن المذيع صاحب الخيال وليس المذيع محدود الخيال. عندما أتحدث أيضا عن المذيع فإنني أبحث عن المذيع صاحب الذكاء وسرعة البديهة، فنحن كثيرا كمذيعين نتعرض على الهواء مباشرة لمواقف تحتاج إلى قرار في أقل جزء من الثانية، فإن لم يكن المذيع على قدر من الذكاء وسرعة البديهة والتصرف في المواقف قل أداؤه واتسم بعدم الذكاء، والذكاء هو سمة أساسية من سمات المذيع. وكم من مواقف كثيرة يتعرض لها بعض المذيعين تحتاج إلى ذكاء وسرعة في التعامل معها مباشرة. نحن نبحث أيضا عن المذيع الذي يتميز بأعلى قدر من المرونة، فعمل المذيع يتعرض طوال الوقت لمواقف طارئة، يتعرض أيضا لمشكلات قد لا يكون هناك وقت لحلها قبل الهواء مباشرة، فإن لم يكن لدى المذيع قدر من المرونة في التعامل مع المواقف الطارئة ويستطيع أن يتجاوزها في أقل وقت ممكن صارت مشكلة كبيرة جدا. نحن ننصح دائما أبناءنا المذيعين أن يبتعدوا عن أي مشكلات تعرضهم لأي قدر من التوتر أو الانفعال أو القلق قبل الهواء مباشرة. فنفترض أنني مثلا قبل الهواء بدقائق قليلة وحدث موقف من المواقف يستدعي مني المرونة، مثلا الكرسي الذي أجلس عليه، أنا أضرب مثلا ليس إلا الكرسي الذي أجلس عليه أردت له أن يرتفع وقبل الهواء بدقائق ولم يرتفع، موقف طارئ ربما يحدث ارتباكا، لكنني لو لدي قدر من المرونة أتجاوز هذا الموقف حتى لا أصاب بالتوتر، لأن بعض المذيعين إذا أصيبوا بالتوتر قبل الهواء ربما حدث لديهم ارتفاع في هرمون الأدرينالين، ذلك الهرمون الذي يفرز بغزارة عند التوتر أو الخوف أو القلق، وبالتالي ينعكس على صاحبه بشيء من العرق وضربات القلب السريعة وعدم التنفس، فهذا من شأنها أن توتر المذيع توتر جدا. لذا لو أن المذيع لديه قدر من المرونة
يستطيع يتجاوز هذه المواقف الطارئة. أيضا نبحث عن مذيع صاحب المهارات اللغوية الجيدة، فإن اللغة العربية سلاح أساسي للمذيعين وبخاصة مذيعي الأخبار، فنحن نبحث عن المذيع المتمكن في اللغة العربية وفي القاء بها بشكل دائم ومستمر، فإن للغة العربية درسا موسيقيا جميلا يستمتع به كل محبي اللغة العربية. أيضا نبحث عن المذيع صاحب مهارة الإنصات، فإن الإنصات مهم للمذيع ربما أكثر من الاستماع، وفرق بين الاستماع والإنصات، فإن الاستماع هو أن أستمع إليك بأذني فقط، أما الإنصات فهو أن أنصت إليك بكل جوارحي، وبالتالي لا مجال لعدم التركيز مع الإنصات. الإنصات يصلح للمذيعين كسلاح مهم في إنقاذهم من ورطة النسيان، فإنك لو كنت منصتا جيدا لضيفك لم تقع أبدا في مثلا تكرار أسئلة سبق للضيف الإجابة عنها، فإنك لو كنت منصتا لا يمكن أن يحدث هذا الأمر. كذلك الإنصات يساعدك على توليد المزيد من الأسئلة المهمة لضيفك، فربما تطرق الضيف إلى موضوعات مهمة لم تكن لديك أسئلة عنها، فهنا إنصاتك يجعلك تولد أسئلة جديدة تتفق مع سياق الحوار، وربما كانت أهم من الأسئلة المكتوبة لك سلفا لأنها وليدة اللحظة. فالإنصات يعني يخدم المذيع من ناحيتين، من ناحية توليد أسئلة جديدة في الحوار، وأيضا من ناحية عدم تكرار أسئلة سبق للضيف في الإجابة عنها، فلا يقول لك الضيف تلك الجملة الشهيرة من سبق وقلت لحضرتك وكأنك كنت في واد وهو في واد آخر. كل هذه السمات التي يعني اجتهدنا في الحديث عنها، أسأل وأتساءل مع أساتذة الكرام الذين يستمعون وينصتون إلي الآن، هل كل من يطلون علينا عبر الشاشات وعبر القنوات يمتلكون تلك السمات؟ هل لديهم الأصوات الجيدة؟ هل لديهم الشكل الجيد؟ هل لديهم الكاريزما؟ هل لديهم الثبات الانفعالي؟ هل لديهم الذكاء وسرعة البديهة؟ هل لديهم المرونة وعدم الصبر؟ هل أسئلة كثيرة نطرحها عليكم لكي نترقى عنها في نهاية المحاضرة تعليقاتكم المفيدة حولها. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من محاضرة اليوم عن الحوار التلفزيوني. من المعروف أن الحوار هو أحد المهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المذيع، فإن الحوار هو القالب الرئيسي الذي يدخل في كل أشكال العمل التلفزيوني. فإن أجرينا حوارا فنحن في حوار، فإن أجرينا مناظرة فنحن في حالة حوار، وإن قدمنا برنامج الندوة أو المائدة المستديرة فنحن في حالة حوار، وإذا قدمنا برنامج توك شو فلدينا أيضا ضيف في الاستوديو فنحن في حالة حوار. فالحوار هو يعني فرع رئيسي من فروع العمل الإعلامي يجب أن يتمتع بها المذيع. إن الحوار مجموعة من العناصر المهمة التي نتطرق إليها سريعا، ويجب على أي مذيع يتطرق إلى عمل الحوار التلفزيوني أن يكون ملما بتلك العناصر. أول هذه العناصر هو الموضوع، موضوع الحوار ذاته، ثم ضيف الحوار، ثم الأسئلة التي نلقيها أثناء الحوار، ثم اللغة المستخدمة في الحوار، ثم أخيرا الجمهور الذي يتوجه إليه الحوار. أما العنصر الأول الذي يرتبط بموضوع الحلقة، فهناك أخطاء كثيرة يقع فيها بعض المذيعين فيما يتعلق بعلاقتهم بالموضوع. أول هذه الأخطاء أن يكون المذيع على علم بموضوع الحوار بشكل متعمق. يعني نفترض أن مذيعاً قيل له أن ضيفك اليوم في هذه الحلقة هو اللاعب فلان الفلاني نجم الكرة، وكان هذا المذيع بالصدفة من المهتمين بالشأن الرياضي وله معرفة متعمقة بالرياضة وخلفية كبيرة عنها، فينسى أنه مذيع،
ثم أثناء الحوار يتحول من مذيع إلى ضيف آخر مع ضيفه، فيبدأ في توجيه السؤال، ثم ما يلبس الضيف أن يبدأ في الكلام فيقاطعه فورا ليعلق على إجاباته بمعلومات مطولة كثيرة. ونرى كثيرا من المذيعين يتحدثون أكثر من ضيوفهم ويأخذون من الوقت أكثر من ضيوفهم، هذا عيب مهني وخطأ شائع لدى كثير من المذيعين. مهما كانت معرفتك متعمقة عن موضوع الحوار، يجب أن تظهر نفسك أمام الناس وأنت كأنك لا تعرف وكأنك لا تعلم، وتمثل المشاهدين في عدم المعرفة، وتوجه المزيد من الأسئلة للضيف، وتدع الضيف هو من يجيب عن هذه الأسئلة وهو من يتحدث، فقد جيء بالضيف لكي يتحدث هو لا أن تتحدث أنت أكثر منه. أما الاحتمال الثاني لعلاقة المذيع بالموضوع، فهو الذي يقع فيه بعض المذيعين أيضا إما عمدا أو خطأ، وهو عدم المعرفة بموضوع الحلقة. كثير من المذيعين بكل أسف لا يهتمون بمحاولة معرفة موضوع الحلقة بشيء من التفصيل، يكفيه مثلا اتصال هاتفي بالمعد أو بفريق الإعداد، ما هو موضوع الحلقة في المرة القادمة، فيقال له موضوع كذا، خلاص هو عرف في العنوان، فلا يجتهد في البحث ولا في المعرفة ولا في القراءة ولا في تكوين يعني إطار مرجعي له حول هذا الموضوع، فيأتي إلى الاستوديو ويفاجأ بأن الضيفة من الرجال المتخصصين وأن المعلومات حول هذا الموضوع معلومات كثيرة ومتداخلة، فيجلس أمام ضيفه وكأنه قزم صغير، لأن الضيف يمتلك معلومات كثيرة والمذيع بكل أسف لا يمتلك إلا معلومات ضعيفة قشور. ومن المعروف أن المعرفة فقوة والجهل ضعف، فهنا يجلس المذيع أمام ضيفه خائفا مرتعشا، يعني يخاف من توجيه أسئلة لربما كانت في غير موضعها، يخاف أن يناقش أو يجادل لأن معرفته بالموضوع ليست على القدر المناسب أو المطلوب. أما الاحتمال الثالث وهو المعرفة المشوهة، فليتك إن كنت لا تعلم قلت لا أعلم، فمن قال لا أعلم فقد أفتى. ولكن بعضا من المذيعين، وهذا أيضا خطأ ثالث، يتعمدون إلقاء معلومات غير صحيحة، لم يحاولوا التدقق منها والتأكد من صحتها، وبالتالي تأتي المعلومات مشوهة. ونجد كثيرا من الضيوف يصححون للمذيعين بعضا من المعلومات التي جاءت على لسانهم، وهذا أيضا خطأ بالغ يجب ألا يقع فيه أي مذيع. تحقق من صدق معلوماتك ولا يكون لديك معرفة مشوهة، بل تحاول دائما أن تكون لديك معرفة مدققة وصحيحة. هذه هي الاحتمالات الثلاثة لعلاقة المذيع. نحن نطلب من المذيع أن يكون له معرفة متعمقة بالموضوع، ولكن في ذات الوقت لا ينسى أنه مذيع وأن الضيف ضيف والمذيع مذيع، هذا له دور وذاك له دور آخر، ولا ينبغي أن تختلط الأدوار فيما بينهما. نأتي إلى العنصر الثاني من عناصر الحوار، وهو ضيف الحوار، وهو بيت القصيد. فالضيف مهم جدا لأي حوار، فمن الواجب أولا حسن اختيار الضيف، يجب أن تختار الضيف المناسب لموضوع الحلقة. إن كنت تتحدث عن موضوع طبيا يجب أن يأتي طبيب، إن كنت تتحدث عن موضوع نفسي أو اجتماعي فلتأتي بأستاذ في علم الاجتماع أو النفس، فهذا مهم جدا. ثانيا المعرفة بالضيف ضرورية، نحن كثيرا ما نغفل قيمة الناس لأننا نقع في فخ اسمه فخ الشهرة، فيجب أن يتعلم أبناؤنا من المذيعين والمذيعات أنه ليس كل مشهور بالضرورة يكون صاحب قيمة، وليس كل إنسان غير مشهور أن يكون عديم القيمة، فالشهرة مسألة نسبية. فكثير من العلماء المتمكنين ربما من الذين لا يبحثون عن الأضواء ولا عن الشهرة، وربما لو بحثت في سيرتهم الذاتية وفي
في المعرفة المتعمقة بهم تجد أنهم أصحاب قيمة كبيرة رغم عدم شهرتهم الكبيرة، والعكس صحيح، ربما تجد كثيرا من الأسماء المشهورة ولكنها ليست على المستوى المطلوب من القيمة والاهتمام. إذن هنا المعرفة بالضيف أمر ضروري جدا، يجب أن تبحث من هو ضيفه، ما هي خلفيته الثقافية والعلمية والخبراتية والحياتية وهكذا، لأنك عندما تجلس أمام إنسان وأنت تعلم معلومات كثيرة عنه يكون هذا أدعى للحوار، أن يكون حوارا سريا وممتعا وجميلا، عندما تكون يعني لديك معلومات جيدة عن ضيفك. أيضا من القواعد الأساسية في التعامل مع قضية الضيف هي مناقشة الضيف قبل بداية الحلقة حول العناصر الأساسية لموضوع الحوار، فإن من شأن هذه المناقشة مع الضيف أن يعني تزيل كثيرا من اللبس وعدم الغموض، وأيضا أن تساعد الضيف على أن تزال من عنده الرهبة والخوف، وأيضا تساعد المذيع على تحديد النقاط الأكثر أهمية من النقاط الأقل أهمية وهكذا. فنحن ندعو دائما إلى التحاور مع الضيف قبل الهواء مباشرة وليس الدخول إلى الاستوديو مباشرة مع ضيفك دون تحضير وتجهيز النقاط المهمة. ربما رغب الضيف في استبعاد بعض المعلومات التي ليس من اللائق إذاعتها في الوقت الحالي وكان هذا طلبه، فمن حق هذا الضيف أيضا عليك أن يحدد لك ما يجب أن يقال وما لا يجب أن يقال. بعض الضيوف تنتابهم حالة من الخوف والارتباك ربما لأنها المرة الأولى التي يظهرون فيها على الهواء مباشرة، لذا نحن ندعو أيضا إلى مساعدة الضيف في إزالة حالة الخوف والارتباك منه بسبب نقص الخبرة ربما في التعامل مع الإعلام. فهذا دور مهم من أدوار المذيعين أن يساعدوا الضيوف على إزالة حالة الخوف والارتباك بالتحدث في الأمور الحياتية قبل التحدث في محاور اللقاء حتى يعني يطمئن الضيف ويكون جاهزا للحوار. هناك بعض من الضيوف يكونون قليلي الكلام، ربما يجيب بكلمة أو بعض كلمة، هذا قد يسبب للمذيع مشكلة، أنا سألتك سؤالا وأنتظر منك إجابة فأجبت بربع كلمة، نعم، لا، لا أعتقد، لا أتصور، وتوقفت. هذا النوع من الضيوف ربما قال هذا خوفا، هذا أمر وارد، أو قاله ربما قاصدا عدم التعاون معك أو الإدلاء بمعلومات أو كلمات. هنا ماذا يفعل المذيع أمام هذه النوعية من الضيوف المقلة جدا في الكلام؟ يجب على المذيع أن يكون لديه في البداية قدر من الصبر، نحن قلنا إن أحد يعني سمات المذيع المرونة والصبر، فلا تنزعج ولا تتوتر من الضيف قليل الكلام في البداية، بل ساعده مرة واثنين وثلاثة، ربما كان هذا خوفا. أما إن كان المذيع قاصدا ومتعمدا عدم الكلام فهناك أساليب ووسائل من الممكن للمذيع أن يستخدمها لاستفزاز الضيف وجعل يتكلم، مثل هل لديك أي تعليمات بعدم الكلام، هل أنت خائف من أن تقول الحقيقة، لماذا تمتنع عن ذكر الحقيقة رغم أنك تعلمها. مثل هذه العبارات ربما استفزت شيئا في شخصية الضيف فتجعله يعني لديه رغبة في أن يدفع عن نفسه هذه التهمة فيبدأ في الإجابة والتجاوب معك في أسئلتك كمذيع. أحياناً يطلب الضيف أن يطلع على ورقة الأسئلة، ونحن هنا ننصح المذيعين بعدم إطلاع الضيف على ورقة الأسئلة. نعم، من حق الضيف أن يعلم موضوع الحلقة وموضوع الحوار والعناصر الأساسية في الحوار، ولكن ليس من حق الضيف أن يعلم الأسئلة بالطبع، فإن علم الضيف كل الأسئلة بالتفصيل
لم يعد لديك أي كروت لكي تدهش بها ضيفك أثناء الحوار. نحن دائما ننصح المذيعين أن يكون لديهم دائما مفاجآت للضيف في أي وقت من أوقات الحوار، فيجب دائما أن يكون الضيف متهيبا متوقعا منك كمذيع أن تواجهه بسؤال مفاجئ في أي لحظة، فلا يجب أن يطلع على ورقة الأسئلة لأنه ربما كما يحدث أحيانا إذا اطلع على ورقة الأسئلة كاملة فربما أجابك عن السؤال الرابع قبل السؤال الثاني، وربما أجابك على السؤال الخامس قبل السؤال الأول، فأحدث لديك نوعا من الارتباك، فينصح بعدم إطلاع الضيف على ورقة الأسئلة إلا في الحالات الضرورية كأن يكون حوار مع رئيس جمهورية أو رئيس وزراء واشترطت المراسم معرفة الأسئلة، فهذا أمر طبعا يعني أنت مضطر إليه ولا تسريب عليك فيه. نحن ننصح أيضا المذيعين أن لا يتحول اهتمامه بالضيف إلى نوع من النفاق الرخيص. نعم نحن ندعو إلى احترام الضيف ولكن دون المبالغة في الاحترام باستخدام بعض الكلمات مثل معاليكم وسموكم وتمام يا فندم ورائع جدا وعظيم جدا في كل كلمة يقولها الضيف، لا هذا أمر غير مستحب، يجب أن يكون هناك اهتمام بالضيف ولكن لا يجب أن يكون نوعا من أنواع النفاق. تكرار اسم الضيف مقترنا بوظيفته من الأمور المهمة، لا سيما لو كان البرنامج في الراديو لأن المستمع لا يرى الضيف فهو يود أن يعلم من الذي يتحدث، أما في التلفزيون فإن لاحظت كمذيع أن اسم الضيف لا يتكرر كثيرا على الشاشة فنحن ننصح أن تكرر اسمه ووظيفته كل حين حتى يعلم المشاهد من الذي يتحدث الآن وما هي وظيفته. توحي تعبيرات وجه الضيف أحيانا ببعض المعاني التي لم يقولها صراحة، فالمذيع الذكي الجيد المحاور المتميز هو الذي يلتقط من تعبيرات وجه الضيف ما لم يقله بصراحة وبوضوح، فيلتقط بعض هذه التعبيرات كتعبير السخرية كتعبير الغضب كتعبير التهكم كتعبير مثلا الاستغراب أو الدهشة أو الخوف أو القلق، بعض هذه التعبيرات قد أستوحي منها معاني جديدة قد تكون مناسبة لتوجيه أسئلة ربما لم يكن محسوبا أو لم يكن الضيف متوقعا هذه الأسئلة. احترام الضيف لك كمذيع يتوقف بالدرجة الأولى على احترامك أنت كمذيع لنفسك ولذاتك، فأنت صورة لنفسك أمام ضيفك، فإن احترمت ذاتك سوف يحترمك ضيفك، ولذلك نحن ننصح المذيعين بالثبات أمام الضيوف وعدم إتيان بعض إيماءات غير المناسبة في موضعها وفي سياقها، كأن يتحدث إليك مثلا الضيف وأنت تنصرف عنه ناظرا في اتجاه المجهول في اتجاهات أخرى، هذه الأمور تضايق الضيف وتنزل من قدرك واحترامك لدى ضيفك. أيضا المذيع ينال احترام الضيف عندما يكون متمكنا من موضوعه مثقفا ومدركا لأبعاد الحوار والموضوع. إذا حاول الضيف التهرب من الإجابة لا يجب أن تدعه يفعل ذلك ويمر هذا الأمر عليك مرور الكرام، بعض الضيوف يحاولون التهرب من الإجابات عامدين ذلك متعمدين، ولكن المذيع الذكي هو الذي يدرك ذلك بشكل سريع ويلاحق ضيفه بالسؤال، ولكنك سيدي لم تجب عن سؤالي الذي سألته ما هو كذا كذا، وتكرر السؤال وتلح حتى يجيب الضيف عن هذا السؤال. أيضا إذا خرج الضيف عن الإجابة المطلوبة وجب عليك كمذيع في الحال أن تعيده إلى الموضوع المطروح ولا تدع الضيف يقودك إلى حيث يريد هو، ولكن أنت مدير الحوار ويجب أن أنت الذي تدير الحوار وتأخذ الضيف إلى الموضوعات التي أنت تحددها لا التي يحددها الضيف.
برغبته. ايضا هناك ضيوف يعني يكثرون من استخدام المصطلحات الفنيه المتخصصه في مجال عملهم التي ربما يصعب على المشاهد العام ادراكها. هنا برضو ننصح المذيعين اذا وجدت ضيفك يتحدث بمصطلحات فنيه متخصصه كثيرا يجب ان تلفت نظره الى ان الجمهور العام الذي يشاهدك ربما يستعصي عليه فهم هذه المصطلحات وربما يحتاج إلى ترجمتها، فيجب أن نبسط اللغة ونبسط تلك المصطلحات ولا داعي للإكثار منها. هناك نوعان التفاعل مع الضيف، كما قلنا التفاعل لفظي بالكلمات وهناك التفاعل اللالفظي، وأنا أثمن على التفاعل اللالفظي بمعنى قراءة وجه الضيف قراءة جيدة ربما أوحد تعبيرات وجه الضيف بما لم يقله، كما أيضا يجب أن تضع في اعتبارك أن الضيف يقرأ ملامح وجهك أيضا، فلا يجب أن يكون وجهك كمذيع طوال الوقت وجه جامد متجهم لا مشاعر لديه ولا انفعالات، فهنا إذا مثلا تحدث الضيف في أمر طريف وقال شيئا طريفا وجب عليك كمذيع أن تتجاوب معه إنسانيا وتبتسم لتلك الطرفة. إذا تحدث المذيع في أمر يعني يثير شكا وجب عليك أيضا أن تشاركه هذا، المهم أن توحي تعبيرات وجهك دائما بالدهشة أحيانا بالدهاش بالأهمية بالاهتمام، لا يكون وجهك جامدا ولكن يكون وجهك دائما معبرا. نأتي بعد ذلك إلى العنصر الثالث وهو عنصر الأسئلة، كيف أستخدم الأسئلة في الحوار التلفزيوني بشكل جيد. مهم جدا أن تكون الأسئلة دقيقة ومحددة، فالسؤال شديد العمومية من الأسئلة التي تجعل المذيع لا يلوم على ضيفه أبدا إن تحدث في أي موضوع خارج نطاق السؤال. فأنا عندما أسألك مثلا ما هي انطباعاتك عن جامعة سليمان الدولية، هذا سؤال شديد العمومية، فالانطباع عن الانطباع عن مستوى أساتذة وأعضائه التدريس، أم الانطباع عن المنشآت والمباني، أم عن الأجهزة والمعدات، أم عن ماذا بالتحديد. إذا كان السؤال شديد العمومية تركت ضيفك يجيب كيفما يريد ولا تستطيع أن توجه إليه اللوم عندها. مهم جدا تحديد السؤال بدقة، فلا تترك السؤال شديد العمومية، حدد سؤالك بدقة. مهم جدا أيضا ارتباط السؤال بصفة الضيف، فلا لا علاقة محرجا منك، أو ربما لو هناك أكثر من ضيف يقول لك الضيف ربما كان فلان الفلاني هو أقدر مني على الإجابة على هذا السؤال، لأنك كمذيع لم تسأل السؤال المناسب للشخص المناسب. مهم جدا أيضا أن تتجنب في أسئلتك كمذيع الأسئلة المركبة والمزدوجة، فليست من النصاحة منك أن تركب سؤالا مكونا من ثلاث أسئلة في وقت واحد، فمثلا تقول للمسؤول ما هي التوسعات الجديدة التي تتم في مشروعات الإسكان وما هو نطاقها الجغرافي وما هي تكاليف هذه التوسعات. هذه أسئلة ثلاث أنت وضعتها في سؤال واحد، عندما يبدأ الضيف في الإجابة على الشق الأول من السؤال ويستغرق فيه ربما مر وقت ثم نسي الضيف باقي الأسئلة فيقول لك باقي السؤال كان إيه، وربما أنت أيضا كنت غير مركز معه، ربما كنت سرحانا في موضوع من الموضوعات الأخرى، فأصبحتم أنتم الاثنين في وضع لا تحسدون عليه. حدد سؤالك في سؤال واحد ولا تركب سؤالا على سؤال آخر حتى لا ينسى الضيف، وحتى أيضا لا يطغى جانب من السؤال على الجوانب الأخرى.
وضعف اعتبارك دائما أن هناك وقتا محددا للبرنامج يجب أن يستوعب كل الأسئلة التي وضعت لك، فلا ينبغي أن يكون لديك مثلا 7 أسئلة أو 8 أسئلة فينتهي اللقاء وقد سألت سؤالين 2 فقط، لأنك تركت الضيف يتحدث دون أن تعطي باقي الأسئلة حقها هي الأخرى. أيضا يجب أن تتجنب الأسئلة ذات الصياغات الطويلة، فنحن الآن في عصر يختلف عن ذي قبل، كان المذيعون فيما مضى يتوجهون بأسئلة طويلة، يقدمون للسؤال بمقدمة طويلة ثم يأتون بالسؤال، نحن الآن في عصر الإنترنت وفي عصر إيقاعه سريع، فيجب أن تكون الأسئلة قصيرة ومحددة ومباشرة ولا ينبغي الإطالة، فلم يعد لدى المتلقي وقت كي يسمع سؤالا طويلا، هو يريد الأسئلة القصيرة المباشرة وأيضا الإجابات المركزة والواضحة. نتجنب دائما أن نسأل بكلمة هل، لأن السؤال بهل دائما تكون الإجابة نعم أو لا، فهي تناسب أكثر البحث العلمي أو الاستبيانات ولكنها لا تناسب الحوارات التلفزيونية. لديك من أدوات الاستفهام الكثير مثل متى وأين وكيف وماذا ولماذا وغيرها من الأسئلة الأخرى التي تتيح للضيف مجالا للإجابة. أيضا يجب أن نتجنب نوعين من الأسئلة فيهما برضو قدر من عدم المهنية، الأسئلة الافتراضية غير مطلوبة والأسئلة الإيحائية غير مطلوبة. الأسئلة الافتراضية هي أن تفترض لدى الضيف رأيا معينا، مثلا تسأله ما رأيك في قصة نجيب محفوظ مثلا اللص والكلاب، ما رأيك في مباراة اليوم التي جرت ما بين مصر وبلجيكا مثلا، هو ربما يكون لم يكن قد شاهد المباراة أو قرأ الكتاب، فتكون الإجابة لم أشاهد المباراة لم أقرأ هذا الكتاب، هذا سؤال افتراضي، على أي أساس أنت افترضت أنه شاهد أو أنه قرأ. أيضا السؤال الإيحائي أن توحي للضيف بإجابة، هذا ليس من المهنية في شيء، فمثلا أن تقول المذيعة لأحد الطلاب يقولون إن الامتحان كان اليوم صعبا جدا، ما رأيك في الامتحان؟ هذا السؤال من الأسئلة الإيحائية غير المستحبة في صياغتها. أيضا بديهي أن نتجنب إعادة الأسئلة التي سبق للضيف الإجابة عنها، فبعض المذيعين يوجه السؤال فيفاجأ بأن الضيف يقول له ما أنا سبق وقلت لحضرتك، يعني معناه أن أنت ما كنتش مركز معايا. بعد ذلك نأتي إلى العنصر قبل الأخير، وأنا أسرع حتى أدع مجالاً للنقاش والحوار ما بيني وما بين كل الضيوف، لأن المهم أن نفتح حوارا ونقاشا عاما، أنا بس أتحدث اجتهادا في بعض القواعد المهنية المطلوبة، ثم نتحدث بعد ذلك عن النقطة الأهم وهي التي تشغلني، كيف ننقل مثل هذه القواعد المهنية إلى أرض الواقع ونجعلها بمثابة القانون الملزم لكل من يعمل بمهنة المذيع. هناك مستوى اللغة المستخدمة في الحوار، من المعروف أن هناك يعني 3 مستويات للحوار، هناك مستوى اللغة العربية الفصحى التراثية التي تحتاج إلى صفوة من المثقفين للتعامل والتفاهم معها، لأن بها كثيرا من الكلمات التي ربما تحتاج إلى دراسة علم اللغة ودلالات علم اللغة. هناك المستوى ما يسمى بعامية المثقفين التي تمزج ما بين الفصحى والعامية بشكل أبسط من فصحى التراث، ثم هناك مستوى اللهجات المحلية لكل دولة على حدة. مستوى اللغة يفرضه دائما موضوع الحوار، ويفرضه أيضا مكان الحوار السياق المكاني، ويفرضه أيضا شخصية الحوار، شخصية الضيف في الحوار. فنفترض مثلا أنني أجري حوارا مع أحد علماء
الأزهر أو الأوقاف أو علماء الدين أو أحد الشعراء أو أحد المثقفين أو أحد علماء الساسة، فمن المفترض أنني أستخدم عامية المثقفين التي تمزج ما بين اللغة العربية الفصحى وما بين اللغة العامية البسيطة، أو أستخدم فصحى التراث لو أن البرنامج متخصص في علوم اللغة ويهدف إلى رفع المستوى للمستمعين أو المشاهدين، ثم أستخدم اللهجات المحلية البسيطة التي تتم مع العمال، مع الفلاحين، مع الجمهور العام في الشارع، هذا يناسبه سياق اللهجة المحلية. ثم نأتي إلى علاقة المذيع بالجمهور، يجب أن يعلم المذيع من هو جمهور المستهدف الذي يسمعه ويتابعه، فإن كان برنامجا ثقافيا كان له جمهور، وإن كان برنامجا شبابيا كان له جمهور آخر، وإن كان برنامجا سياسيا كان له جمهور. فكلما فهمت طبيعة الجمهور المستهدف استطعت اتباع الأساليب الأكثر جذبا ومصداقية لذلك الجمهور. أعتذر إن كنت قد أطلت بعض الشيء، ولكن هذه هي مجموعة من الاجتهادات السريعة حول بعض الضوابط المهنية لمهنة المذيع. ولكن ما يحزنني أن أرى الشاشات والقنوات والإذاعات بدأت يعني تخلو قليلا من المذيعين المتمكنين لتترك الساحة مستباحة أمام كل من يرغب في العمل كمذيع دون أن يمتلك ناصية اللغة، دون أن يمتلك ناصية الحوار، دون أن يدرك أن لهذه المهنة آدابا مهمة وقواعد مهنية ينبغي اتباعها. وهو ما أتمنى أن تكون جامعة سليمان هي الجامعة الرائدة في أن تضع تلك الضوابط في منظومة تسمى مثلا مدونة السلوك المهني للمذيعين، تسمى ميثاق شرف المذيعين أيا كان، ثم تحاول أن تنشرها بكل الطرق والوسائل حتى نعيد لمهنة المذيع عهدها الذهبي الذي كان، وحتى نعيد لها مجدها، وحتى لا نسمع تلك الجملة التي تؤلمني كثيرا وطرحتها في بداية الحوار: هل أصبحت مهنة المذيع هي مهنة من لا مهنة له؟ ما زال السؤال مطروحا. أشكر لكم حسن الاستماع وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور مصطفى عبد الوهاب الخبير الإعلامي الشهير، بارك الله فيك في هذه المحاضرة القيمة جدا. والسؤال الذي ختمت به وبدأت به بالفعل، استمتعنا بهذه المحاضرة الرائعة والجيدة جدا عن مهارات المذيع المهنية، وركزت فيها عن الكاريزما وعن اللغة وعن السبب الانفعالي وعن الموهبة وعن الإمكانيات التدريب وغيرها، بارك الله فيك. وأيضا يعني في محور الأهم الثاني وهو فن الحوار التلفزيوني، ركزت على التعامل المذيع مع الموضوع وإزاي هو يكون ملم بكافة عناصره، وكذلك أيضا تعامل المذيع مع الضيف وكيف يستطيع أن يتحاور معه ولا يسبب له أو للضيف أي إحراج، بالإضافة أنك ركزت أيضا على معرفة الضيف بمعرفة المذيع بجمهوره الذي يتوجه له، وهذه مهمة. والسؤال الرئيسي الذي سألته يعني: هل بإمكان جامعة سليمان الدولية أن تضع، طبعا بالتعاون مع الإعلاميين والصحفيين والمذيعين، ميثاق شرف أو مدونة سلوك؟ وإن شاء الله هذا الموضوع أيضا طرحته في الأول وفي الآخر، ونسعى جميعا وأنت إن شاء الله تكون معنا بالفعل في وضع مدونة سلوك يلتزم بها الإعلاميين، لأن احنا بنشوف بالفعل إذاعيين مذيعين، طبعا لا يطلق عليهم مذيعين، كل من هب ودب يمسك مايك ويقف قدام كاميرا يقول أنا من أفضل المذيعين. بارك الله فيك دكتور مصطفى على هذا اللقاء الطيب والجميل. والآن نتيح الفرصة لضيوفنا الكرام المشاركين في الورشة،
طبعا حسب الأولية برفع اليد، طبعا دون أن نتحيز لأحد، الأستاذة يسرى أو الدكتورة يسرى محمد، فلتتفضل. المايك يا أستاذ سليمان. ثواني بس ثواني. مطلوبك. ممكن حاليا تفتح المايك. أستاذة يسرى، دكتورة يسرى. أيوة، السلام عليكم، مساء الخير. شكرا قوي للخبير الإعلامي. بعد إذنك، بعد إذنك ممكن بس تعرفينا بنفسك وبعدين تقولي مداخلتك. أنا مترجمة يسرى محمد مسعود من مصر، وكاتبة في بعض المواقع والمراكز البحثية في مصر. شكرا جدا للورشة اللي قدمها الخبير الإعلامي مصطفى عبد الوهاب. أنا كان بس عندي استفسار، هو أنا يعني خريجة إعلام القاهرة قسم صحافة، ومعايا ليسانس اداب فرنساوي قسم ترجمه، واجيد اللغه الفرنسيه، ومعايا ماجستير في العلاقات الدوليه باللغه الفرنسيه من الجامعه الفرنسيه. وكان نفسي يعني اعرف ازاي ممكن اقدم في اختبارات المذيعين او في الراديو او التلفزيون، يعني ازاي ممكن يعني اقدم او اتاهل للاختبارات دي. بس هو ده السؤال. شكرا 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 جزيلا لكم. يعني شكرا شكرا. اتفضل يا دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، دكتور مصطفى، السلام عليكم. مساء الخير وبركاته، اتفضل دكتور. طيب ندخل على الدكتورة خديجة. لو سمحت. مين؟ دكتور محمد علي من ليبيا. طيب اتفضل يا دكتور. انا اقترح عليكم بعد اذنك شكر موصول للجامعة على التنظيم الرائع وعلى الندوة، صح، عرقة متميزة، واختيارك من الدكتور مصطفى برضو كان في مكانه وفي محله، لأن موسوعة بصراحة، واستفدنا رغم أن التحاقي متأخر. الدكتور محمد علي قسم الإعلام جامعة سرت. فأقترح أن تكون الردود من بعد يعني الأسئلة 4-5 وبعدين الردود على ما أظن. كنا ما إيش عارف، هذا اقتراح شخصي، لكن عموما نرجع للحلقة اللي قدمها الدكتور مصطفى. وأنا كتبت عنده مسج في الشات، وعندكم انتم قد يعني نهايه وجهه نظر متواضعه، يعني ممكن اللغه تكون من مميزات، بالذات اللغه الانجليزيه من المميزات اللي هي تتمتع بها المذيع، لان احنا الان اصبحنا وفق الفضاء المفتوح، قعدنا زي ما نقول احنا في عشوائيات، يعني اللي محصوله يعني في الفضائيات الان، يعني زي ما قال هو في نهايه الحلقه كل من هب ودب مذيع، وصح. يعني الان اللغه ركيكه، الاسلوب، الطريقه، الحوار، يعني بكل الجوانب، لكن المهارات اللي تحدث عنها الدكتور مصطفى يعني مفقوده في فضائيات كثيره. يعني الان حتى ولو الفضائيات اللي واخد سمعه والان مسيطر على الفضاء العربيه بالذات، يعني تلاحظ لما تكون انت كمتتبع وتكون متخصص هتلاحظ فيها فوات وفي اخطاء وفي كذا، لكن المشاهد العادي اللي هو مش مجاله الاعلام يعني ممكن ينبهر بهذه الحوارات اللي هي في المذيعين. لكن هو كمهارة يعني زي ما قال الدكتور الآن استفدنا منه، إن هناك كثيرة، يعني أولاً أنت لما تكون معك ضيف، مهما تكون وضع هذا الضيف، أنت حتكون عندك الذكاء، يعني يعتبره رقم واحد للمذيع. يعني أولاً حسب الموضوع اللي هو فاتحة مع الضيف أو الحلقة اللي موجودة، أو يكون ملم به بكل جوانبها بصراحة. ثانياً هو دعا إلى المواضيع المتخصصة، ما نجيبش حد في البيئة وهو مذيع ما عندهش معلومات عن البيئة أصلاً، يا يكون جاهز قبلها بشهرين ثلاثة ويكون مطلع على الموضوع البيئة أو أي موضوع، يعني هو موضوع تخصص بالدرجة الأولى، مش من المواضيع العامة ولا القضايا العامة. فيعني بصراحة المذيعين الآن كثيرا كثيرا منهم بين قوسين انقسم هذه المهارات اللي هي أساسية للنجاح الحلقة وللحصول على مشاهد، لأن المشاهد الآن عبارة عن ريموت في يده، يعني يقدر ينتقل عنك في أي طريق في أي لحظة، يقدر إيه يشوف ركاكة الأسلوب، الطريقة، الحوار موش جيد يمشي، يعني يسيبك ويشوف غيرك معنا. لكن أنا يعني زي ما قلت للدكتور، ما نبيش نعيد الأشياء، شكراً. إن الذكاء معلش شكرا يلا ربنا يوفقكم، أنا معاكم. بارك الله فيك دكتور محمد، مداخلة جيدة ورائعة. دكتور مصطفى فليتفضل بالرد على الأستاذة يسرى والدكتور محمد إذا عنده رد. تفضل دكتور مصطفى. طبعا الأستاذة يسرى كانت تسأل ساعتها،
عن عن اللو عن اختبارات القبول. ايوه تمام تفضل. اختبارات القبول هو حاليا لدى الهيئة الوطنية للإعلام لا يوجد اختبارات حالية، لكن في وسائل الإعلام العامة يعني بيعلن عنه في الجرائد وفي الصحف، وده بيبقى متاح لكل الخريجين ويمكن ليها التقدم من خلاله. أما النوع الثاني كان بيسمى اختبارات داخلية، يعني داخل المبنى الهيئة للعاملين فيها فقط حتى لا يكون هناك تعيينات جديدة يعني. لكن في الوقت الحالي لا يوجد إعلانات حاليا، لكن ربما لو توفرت إعلانات هي هتعرف بكل الطرق، لأنها لا تكون إعلانات سرية ولكن بيعلن عنها. أما إذا كان السؤال عن إيه اللي بيحصل في الإعلانات دي أو الآليات بتاعتها، ده مجاله بقى وقت تاني، لكن أنا ممكن أديها فكرة بشكل عام إن المهارة الأساسية في هذه الاختبارات هي المعلومات العامة والثقافة، وكذلك سلامة الصوت واللغة والقبول طبعا وامام الكاميرا وهكذا يعني. ممكن بس اشارك بحاجه. انا استاذه يسرى. اتفضلي. طب انا يعني بوجود اللغه الفرنسيه يعني تحدثا ويعني كتابه يعني، فليه ما يعني ما يبقاش في اتاحه مثلا في مثلا راديو لوكير مثلا الحاجات الفرنسيه ان الواحد يشارك فيها، ويعني بما ان انا كمان خريجه اعلام ويعني معايا ماجستير في العلاقات الدوليه. هو الاختبارات بتتم وفق للاحتياجات يعني هم لما بيكون عندهم نصب ومكملون بيعلنوا عن الاختبارات، يعني الاختبارات بتتم وفق للاحتياجات، لكن انا بطمنك انها لما بتتم بيعلن عنها، يعني ما بتتمش في سريه، يعني بيتم الاعلان عنها سواء داخل المبنى او خارجه. دكتور محمد بالنسبه لل نعم. معلش اصل يعني انا سني دلوقتي 37، فهقدم امتى؟ ما فيش وقت يعني. اذا اعلن، لانه حاليا دلوقتي لا يتم الاعلان عن حاجات داخل الهيئه الوطنيه لظروف متعايشة مع موضوع الهيكله اللي بيتم داخل المبنى الهيئه الوطنيه. حاليا بيتم مشروع كبير للهيكله، هذا المشروع بيهدف الى تقليل الاعداد وليس زيادتها. لكن انا انصحك انك انت برضو تشوفي القنوات الاخرى الجديده زي القنوات الاخباريه الجديده اللي فتحت، لانها ربما تكون في حاجه الى من اللغات المختلفه. عنوانها موجود على الانترنت بشكل اللي هو القنوات الخاصه للشركه المتحده، ودي لها عنوان ثابت على الانترنت، تستطيع انك تتواصل معهم من خلالها ربما يكونوا في احتياج يعني. بالنسبه لدكتور محمد طبعا اتفق معاه، شكرا. وموضوعا فيما يتعلق باللغات الاجنبيه، اللغه الانجليزيه طبعا مهمه جدا للمذيع، وكذلك باقي اللغات الاخرى زي اللغه الانجليزيه والفرنسيه وغيرها، هي ايضا من ضمن المهارات المهمه اجاده هذه اللغات للمذيع، واتفق معه في كل ما قاله يعني دكتور محمد، واشكر له على. شكرا 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 استاذه خديجه. السلام عليكم. الاستاذه معكم الدكتوره فاتن. نعم من المغرب. اهلا دكتوره. تفضلي دكتوره. اهلا وسهلا. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نشكر طبعا جزيل الشكر الدكتور مصطفى على حقيقة العرض القيم الذي تم به، وهو حقيقة وضع أصبع على كما يقولون مكمن الجرح، لأنه مع الأسف ليس الإعلام فقط وإنما كل مجالات تقريبا أصبح يعني التطفل شيء وكأنه يعني طبيعي، وخصوصا مثل هذه المجالات التي تعرف شيئا ما نوع من الحرية، يعني حرية الولوج، حرية الممارسة، حرية يعني القيام بهذه المهن بين قوسين. وإن كنت حقيقة لدي يعني رأي شخصي دائما أنقله إلى الطلبة أو المتلقي بشكل عام أو المخاطب حينما نتكلم عن هذه الأشياء، حقيقة هناك فرق بين المهنة وفن ممارسة المهنة، وهذا ما ينقصنا مع الأسف في عالمنا العربي. نحن للأسف كما يقال خبزيون، يعني نبحث عن مصدر رزق ولا نبحث في المهنة عن الفن، عن الرقي، عن أشياء يعني تغيب عن الإنسان حينما يمارس هذه المهن، يعني يغيب الجانب الفني، الجانب الجمالي في هذه المهن، ويستحضر دائما الجانب المادي، يتقاضى أجرا أو يتقاضى مقابلا ماديا، فتغيب هذه الجماليات وهذا الجانب الفني في هذه المجالات. هذا فقط ما كنت أريد أن يعني
شكرا دكتورة فتيحة، شكرا. الآن نستمع للدكتورة إيناس، تفضلي. دكتورة إيناس. نعم، مساء الخير لجميع الحضور، وأحييكم على هذه الورشة المميزة، وهذه ثاني ورشة أحضرها معكم، حضرتها مع حضرتك السيد مدير الجلسة سابقا، وأنا أحضرها اليوم مع الخبير الإعلامي الدكتور مصطفى عبد الوهاب، مشكورا قدم لنا هذا الإيجاز الوافي والمتميز، والذي يحمل الكثير من الهموم، همومنا العربية بصراحة في هذه القنوات الفضائية. أقدم نفسي، أنا الدكتورة إيناس القباني من العراق، من مركز دراسات وبحوث وزارة الثقافة والسياحة والآثار. أهلا بكم. يقول ستانسلافسكي أن الممثل دائما يسعى ويحاول أن يجد ضوابط طيلة حياته، لأن لا ضوابط تحدد الممثل، إنه في مساحة مفتوحة دائما. ترى هل أصبح المذيع الآن في هذا الانفتاح الإعلامي اليوم مثل الممثل؟ هو لا يجد ضوابط. نحن نعرف أن العديد من الضوابط أصبحت بعض الظواهر أشار إليها تلميحا أستاذنا الفاضل، أصبح شائعا أن بعض مذيعي القنوات الفضائية الذين أصبحوا نجوما يعني في هذه الأيام، أن يبرزوا مهاراتهم أو أن يستعرضوا عضلاتهم بتعبير أدق، لا في اللياقة بل في عدم اللياقة والبروز على شخصية الضيف. يعني كما أشرت حضرتك دكتور أنه ضرورة ذوبان شخصية المذيع مقابل شخصية الضيف، لكن يعني هل هي حمى القنوات الفضائية التي أثرت في ذلك؟ ويعني هل أصبحنا لا نملك شروطاً للمذيع الملتزم أو مقدم البرامج الملتزم؟ ذكرت أيضاً قراءة وجه الضيف، كما أن الضيف أيضاً يقرأ وجه المذيع. أصبح بعض المذيعين في هذه الأيام يصدرون بعض الحركات التهكمية على كلام الضيف الذي يجلس بجنبهم، يعني هذا قد يكون كفرا في الماضي وفق الضوابط التي درسناها. أنا درست إذاعة وتلفزيون في كلية الفنون الجميلة في العراق، لكن هذا الموضوع يعني أصبح شائعا جدا، وكثيرة هي المؤشرات، صار المقدمون يعني يعطون حركات جديدة. نعم أن المذيع يميل أحيانا إلى التمثيل أو إعطاء إيماءات، لكن أصبحت لدرجة أنها مقيتة، حتى أن بعض المذيعات أيضا، وهذا ليس تهكما على النساء وأنا منهم، لكن بعض المذيعات أيضا أصبحنا يصدرنا حركات حتى في نشرات الأخبار هي غير مقبولة حتى اجتماعيا. هل إننا فقدنا هذه الضوابط للمذيعين؟ ما هي الإضافة التي يمكن أن نعطيها لنحد من ذلك على الأقل عربياً نحن في قنواتنا الفضائية العربية؟ شكراً جزيلاً لكم ولاستماعكم. شكراً جزيلاً دكتورة إيناس. شكراً. تفضل دكتور مصطفى، عندك أي رد؟ شكراً دكتورة إيناس. طبعاً دكتورة إيناس يعني أشارت إلى نقطة شديدة الأهمية، وجب أن نتوقف عندها قليلاً، وهي الفرق ما بين المذيع والممثل، لأنه صار كما تقول الدكتورة إيناس لا وجه الآن للفرق بينهما، فالمذيع يمثل يعني والممثل يذيع، واختلط الحابل بالنابل. فرق الأداء بين المذيع والممثل هو الفرق بين الحقيقة والخيال والصدق. فمثلاً أنا عندما أتابع الممثل فأنا أعلم يقيناً أنه يمثل، قبل أن أتابعه أعلم أن هذا جزء من تمثيل لقصة، لكنني عندما أتابع المذيع فلا مجال لدي لافتراض أنه يمثل، أنا أتابع المذيع لكي أعلم منه الحقيقة، لأن الإعلام يقوم على الحقيقة. فبالتالي أداء المذيع هنا يجب أن يكون حريصاً أشد الحرص أنه يؤدي رسالة إعلامية، بينما في عالم التمثيل مثلا في قصة
الثبات الانفعالي اللي انا اتكلمت عنها من شويه. يعني مثلا في موضوع الثبات الانفعالي انا بطالب المذيع بشيء من الثبات الانفعالي، بينما في عالم التمثيل ممكن الممثل يعيط وصدقه هو بيعيط، يضحك وصدقه هو بيضحك، وينتقل من حاله لحاله، وانا عارف انه كل ده تمثيل. المذيع لا، حاجه حاله مختلفه. اللي عمل الاشكاليه ديت زي ما الدكتوره ايناس اشارت، هي انه الضوابط اللي كانت بتحكم عالم التسعين او ما يسمى بتقاليد المهنه، احنا تربينا على تقاليد للمهنه، انك ما ينفعش تعمل كذا وينفع تعمل كذا، ولا يجوز انك تعمل كذا، دي اسمها تقاليد تورثناها من اساتذتنا في مجال المهنه، كنا حريصين عليها. الجيل اللي طلع اليومين دول في الفضائيات، اللي طلع بلا امتحانات وبلا اختبارات وبلا ضوابط، هو مش عارف بالظبط حدود مهنه المذيع ايه، اللي يجب عليه وايه اللي لا يجب عليه. وعشان كده ده الدور المهم اللي كليات الاعلام، وبدعو جامعه سليمان والدكتور مصعب الجمل والدكتور عبد الكريم الوزان والدكتور عبد السلام الوحاتي والدكتور عبد الله الوزان وكل قيادات الجامعه، بدعوكم ان احنا نضع زي مانيفيستو، زي ستايل جايد، زي دليل عمل للمذيعين، يضع الضوابط، يجوز ولا يجوز، يجب ولا يجب عند التعامل مع الضيف، ما هي الضوابط عند القاء الاسئله، ما هي الضوابط عند علاقتك بالموضوع، ما هي الضوابط، حط الحاجات دي كلها عشان نشوف مدى التزام المذيعين من عدمه، حتى لا يدعي احد الجهل بهذه المعلومات. احنا بنحطها قدامه كستايل جايد او دليل ارشادي او مانيفيستو او مدونه سلوك او خلافه، ونقول للمذيعين هي دي قواعد المهنه بتاعتكم، من يلتزم بها اهلا وسهلا به في عالم المذيعين، من لا يلتزم بها فليس له مجال في هذه المهنة. هذا أمر صعب. يعني أنا أكرر السؤال مرة تانية، بشكر الدكتورة إيناس القباني على إثارة هذه النقطة المهمة. طبعا شكرا يا دكتور، بس عشان لو تسمح هنستقل. عشان بس أنا عندي الشحن هيخلص، فمحبة جدا أعمل مداخلة. أولا أنا بشكر سيادتك جدا 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 على هذه الأمسية الرائعة من عالم من أعلام الإعلام. أنا وهو الدكتور مصطفى حالا بس يعني دي كانت مداخلة مبدئية. طبعا أنا مبهورة بالكلام. أنا دكتور سالة محمد علي، كاتبة صحفية ومقدمة برامج ومدير مكتب محافظة الجيزة لجريدة وموقع العهد الأول. أولا أنا بتشرف إن أنا موجودة في وسط هذه الكوكبة الرائعة، ولي سؤال من شقين لو تسمح لي يا دكتور مصطفى. تفضل. السؤال الأولين كنت كتبته على الشات، وهو أنا عايزة أعرف اختيار سيادتك، عايزة أعرف النموذج اللي بيبهرك وبيجذبك، إن يبقى هو ده نموذج إعلامي كمذيع، يعني حضرتك بتنجذب إليه. ده السؤال الأولين. السؤال الثاني، وفي ظل هذا الزخم من القنوات الفضائية، ويعني عايز أقول لحضرتك دلوقتي ما بقناش عارفين أسمائها من كتر ما هي موجودة وتطلع شوية وتقفل شوية، والنوعيات عايز أقول الغريبة اللي بقت موجودة فيها، هل ما فيش من دور زي ما سيادتك قلت عايزين نعمل ميثاق شرف لكيفية أداء المذيع لدوره بشكل منضبط؟ مفيش حضرتك دور رقابي يجوز تطبيقه على هذه القنوات، لأن الإفراز بتاعها إفراز غير سوي وغير منضبط. أشكر لسيادتك مقدما إجابتك. شكراً للفن. شكراً دكتورة سلوى. شكراً دكتورة. وعايز أقول لك على حاجة دكتورة سلوى، أنا أول مرة طبعاً بأشرف من أنا بسمع حضرتك، لكن عايز اقول لك ان لغتك الاذاعيه لغه منضبطه وجميله جدا، يعني بالواحده الاولى لا ادائك اداء جيد، يعني اهو ده اللي انا بدور عليه، ده الاداء المنضبط لغويا واداء جميلا. يعني ثانيا بالنسبه للمذيعين، طبعا الكمال لله وحده بالنسبه للمذيعين، لكن انا مثلا بيعجبني في فن الحوار محمود سعد، يعني بشكل شخصي بحس ان هو محاور، يعني بيعرف يعني يخترق الضيف وبيطلع بهدوء اللي هو عايزه من الضيف. بيعجبني في الذكاء
وفي المعلومات وفي اللغة. يسري فودة برضو يعني بيمتلك قدر من المعلومات وبيبقى محضر شغله في أسئلته. فدول نماذج من المذيعين اللي بحترمهم على المستوى المهني يعني أو ممكن أقعد أتابع محتوى ليهم وأنا مطمئن إن أنا مش هضيع وقتي في متابعة ما لا فائدة منه. شكرا. ولو قلنا نموذج نسائي يا فندم، لو قلنا نموذج نسائي في دور قابل مهم جدا، نموذج نسائي يعني هو يعني طبعا حاليا صعب لكن ممكن طبعا يعني كنت يعني ليلى رستم مثلا من الجيل القديم وطبعا دكتورة دورية شرف الدين في ايام نادي السينما كلغة وهدوء في الاداء يعني يعني. لكن في الجيل الحالي دلوقتي يمكن مش متذكر حاليا دلوقتي على وجه التحديد، ربما اتذكر فيما بعد وابعت لحضرتك على جريده العدد الاول. وانا بهنيكم على نشاطكم الاعلامي في الفتره الاخيره وان انتم بتعملوا دورات تدريبيه في مجال المذيعين، فده حاجه كويسه جدا. الدور الرقابي بقى، نقابه الاعلاميين لها دور مهم جدا لانها تمتلك من الصلاحيات القانونيه انها تحاسب المذيعين عند اختراقهم للمهنه. لكن ليه ما بيتمش ده؟ ده موضوع طويل جدا، هيبقى ممكن يبقى موضوع لندوه اخرى حول تفعيل الادوار الرقابيه. لكن نقابه الاعلاميين لها في قانونها ما يعطيها الصلاحيات لمراقبه الاداء المهني للمذيعين فيما يجب وما لا يجب. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا دكتوره سلوى. شكرا جزيلا دكتوره سلوى. شكرا دكتور مصطفى. الان عندنا نستمع للدكتور علي ثم الدكتوره خديجه. انا ناديت عليها اكثر من مره وهي رفع ايدها. دكتور علي. شكرا جزيلا حبيبنا. السلام عليكم حبايب. عليكم السلام. بشكر حضرتك يا دكتور مصطفى على الجمال الدهف. يعني دي البساطة ودي الرسالة المختصرة المفيدة المميزة، فالله يفتح عليك بيزيدك من خير يا عم. أنا علي محمد علي، دكتور في جامعة مانشستر متروبوليتان يونيفرسيتي في بريطانيا، وكنت يعني استمعت لكثير من الجلسات مع حضراتكم. أنا تعقيبي الوحيد يا دكتور مصطفى هو مش يعني سؤال وتعقيب في نفس الوقت. أنا شايف الأزمة بعد إذن حضرتك والكلام للزملاء جميعاً، المشكلة مشكلة نظام تعليمي وتربوي يعني أصبح للأسف نوع من الإفلاس. حتى نحن أصبحنا نتفاخر باستخدام مصطلحات يعني إنجليزية في مصر، ونستخدم أيضاً اللهجات المحلية في قنواتنا الإذاعية. للأسف لم نعد يعني في مستوى مميز من تعليم اللغة العربية. حتى ولو أنت أجريت حوار بشكل متقن مميز هادي سليم بلغة عربية ليست بفصحى معمقة ولكن بفصحى دارجة تعتبر نشاز أو نغمة يعني خارج الإيقاع. طبعا لا أتحدث عن الأشكال أو النماذج اللي الآن تدعي بأنها هي مقدمة أو مذيعة أو قائدة حوارات سواء كان في صحافة استقصاء أو في نشرات الأخبار. كثير ينتابها الخلل وعدم المهنية والتباهي، وأحيانا البعض حتى كبار المقدمين لبعض البرامج أنا أشوفها يعني في بعض القنوات المصرية أو العربية الأخرى، يعني كأن المذيع هو صاحب اللقاء ويدعي حتى أنا عند المذيع دي قاتلة الحقيقة. لما بيكبر شوية مقدم البرامج أو المذيع بيشوف في نفسه على أنه شيء، وبالتالي بيحاول لا أقول أن يقزم من الضيف لكن يحاول أن يتناول أنه هو النورة أو السيطرة على إدارة الحوار. داخل الفني كبير جدا، آداب الحوار، آداب توصيل الرسالة المعرفية، آداب هي الإلمام، هي البساطة، هي مسألة يعني شعرة معاوية. تعرف أنت يعني تستقصي المعلومة بشكل دقيق ومحدد، لكن ينبغي أن تكون لديك إلمام ومعرفة ومنهجية في أن تحدد ما تريد وأن تستنبط من الضيف بشكل أدبي لائق لا يخل بالمشاهد ولا يخل بحضرتك أنت بأنك أنت تتجاوز الحدود الأدبية اللائقة. لكننا للأسف أصبحنا في كثير مما نشاهد الآن يعني نوع من النفور، نوع من الصد، وكأن حتى حواراتنا اللي هي فيها نوع من التنافر والشتام يعني للأسف يعني كثير حتى من القنوات تجاوزت الحدود الإقليمية للدول الوطنية، تبث من الخارج ومذيعينها محليين. أصبحنا يعني في موقف محير جدا جدا جدا.
يعني كثير من الشواذ فيما يتعلق بالتناول حول المثلية، حول الجانب يعني خطاب الكراهية، حول قضايا كثير جدا يعني تبث الشرذمة والإقليمية والتنافس اللا أخلاقي في نظري. أعتذر إن أسأت لأي حد. أنا مع اللهجات المحلية في بعض البرامج اللي ينبغي أن تكون محدودة جدا، لكن ينبغي على دولة تتكلم يعني تعتز يعني بلغة البيان، وعلمنا الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز البيان، أن نتخذ من لغة القرآن لغة اللغة. أنا لست متعصب دينيا، لكن دي اللغة العربية اللي ينبغي أن تكون في 22 دولة هي الفورماليتيز، هي اللغة المستخدمة في كل قنواتنا، بحيث نعمل على تنشئة الجيل في نظام المدارس، في نظام التعليم التربوي، قادر على أن يكون مخرجات التعليم سواء كان في قسم الإعلام أو في قسم الهندسة قادرين على التعبير عن ذواتهم، عن النقد بلغة سليمة مقبولة مؤدبة تحترم الآخر. وأعتذر عن إطالة حبيبنا والله. شكراً للجامعة. عفواً. شكراً دكتور علي. أتفق. أنا استأذنك. أتفق مع دكتور علي تماماً فيما. نعم حبيبنا. طيب ماشي، تفضل. دكتور مصطفى، أنا استأذنك ناخد دفين وبعدين حضرتك علق عليهم بعد إذنك. الدكتورة خديجة ثم بعدها الدكتورة أسماء. ورجاء أن لا تزيد عن دقيقة المداخلة. دكتورة خديجة، دكتورة أسماء، بروف عبد أبكر. أيوة. السلام عليكم. أسماء تفضلي. شكرا على هذه المحاضرة القيمة والمثمرة والبناءة. عندي سؤالين. هناك أساليب متبعة يعتمد عليها مقدمي البرامج الحوارية من أجل الإقناع. ما هي خطوات الإقناع والعمليات النفسية المتبعة ضمن الرسائل الإعلامية، وكيفية معالجة الفكرة في إدارة الحوار الإقناعي؟ هذا السؤال. السؤال الآخر، ما هو دور البرامج التلفزيونية في تعزيز حرية الرأي، وما هي العوامل المؤثرة في تشكيل الرأي العام والطرق التي يعتمدون عليها في إدارة الحوار؟ وبالمناسبة أنا مدير عام برامج تلفزيون فلسطين ومدير التلفزيون ينابيع وعضو هيئة تدريس إذاعة التلفزيون في جامعة سليمان الدولية. شكرا. شكرا دكتورة أسماء بلاشين، أهلا وسهلا بك. تفضل دكتور مصطفى. تمام. الأول بشكر الدكتور معاك، تفضل. بشكر الدكتور علي والدكتورة خديجة. أولاً بالنسبة للدكتور علي أتفق معه تماماً في دكتورة أسماء. أتفق مع الدكتور. طيب تمام. كان الدكتور علي طرح قضية الأزمة هي في النظام التعليمي، وتطرق إلى موضوع اللغة العربية واستخدامها، وأنا أتفق معه طبعاً أن النظام التعليمي هو جوهر الأزمة والقضية، وإنه طبعاً الذين نراهم الآن عبر الشاشات هم نتاج ربما نظام تعليمي لم يكن على المستوى والطموح المطلوب، وبالتالي أتفق معه في أن الأزمة هي في النظام التعليمي. فيما يتعلق باللغة العربية أيضاً، نحن نعاني صعوبة شديدة جداً عندما نختبر مذيعين جدد ونختبرهم في اللغة العربية، فنجد أن الذين يتقنون اللغة العربية هم قلة قليلة جدا، وبالتالي لدينا أزمة في اللغة العربية وفي من يتقنون التحدث بها، ولذلك كثير من المذيعين يهربون من اللغة العربية باللجوء إلى اللهجات المحلية والاحتماء بها حتى لا يفتضح أمرهم فيما يتعلق بعدم إتقان اللغة العربية بكل الأسف. يعني دكتورة أسماء تحدثت طبعا. نعم دكتور. أيوة تفضل. دكتورة أسماء يعني طرحت سؤالين، السؤالين دول لوحدهم محتاجين يعني ساعات وساعات للإجابة. يعني تحدثت عن أساليب الإقناع التي يمكن أن يعتمد عليها مقدم البرامج فيما يتعلق بعملية الإقناع والأساليب النفسية وهكذا. طبعا يعني الإقناع يعتمد في المقام الأول فيما أرى وأظن على أن يكون أصلا المذيع مقتنعا بما سيقوله بداية، ففقد الشيء لا يعطيه. فإن كان المذيع
مقتنعا برأي ما أو بقضية ما من السهل عليه أن يقنع بها غيره، ده رقم واحد. ثانيا أن الإقناع يعتمد على الأدلة والبراهين الغير قابلة أو غير القابلة للنقاش أو الجدل، فكلما امتلك المذيع أدلة وبراهين ومستندات وأرقام وإحصاءات وأدلة مادية كان أسهل في الإقناع. ثانيا أن الإقناع يتطلب من المذيع شيئا من الصبر، فإذا أردت أن أقنعك فيجب أن أكون صبورا عليك حتى نتبادل الرأي بالرأي والحجة بالحجة ونصل إلى نقطة اتفاق فيما بيننا. أما المذيع المتعجل الذي يبغي الشهرة واللقطة فلن يكون قادرا على الإقناع لأنه لا يتمتع بفضيلة الصبر أو المناورة أو حتى يجتهد في المعلومات. سألت أيضا عن دور البرامج التلفزيونية في تعزيز حرية الرأي. هي حرية الرأي أصلا البرامج تكون انعكاس لمدى إيمان المنظمة نفسها أو القناة أو المؤسسة بمبدأ حرية الرأي. فلو كان التلفزيون الذي تعمل في إطاره هذه البرامج من التلفزيونات المؤمنة بحرية الرأي ولديه يعني فلسفة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير كانت البرامج انعكاسا لذلك. أما إذا كانت القناة مضيقة من الأساس أو تضع كثيرا من الضوابط فستكون البرامج التلفزيونية هي انعكاس لتلك السياسة. فأنا لا أضع البرامج التلفزيونية في محل السؤال، هي ليست المسؤولة ولكن البرامج هي انعكاس للسياسات المؤسسة. فليكن السؤال ما مدى إيمان أو دور المؤسسات في تعزيز حرية الرأي؟ يجب أن تؤمن كل المؤسسات الإعلامية بأنه في عصر السماوات المفتوحة لا مجال للوصول إلى الناس وإقناعهم إلا بحرية الرأي والتعبير، لأنك إن حجبت عن الناس معلومة فسوف تصل إليهم عبر أدوات ووسائل أخرى ومؤسسات أخرى، فليس من الذكاء أن تمارس قيدا على حرية الرأي والتعبير، ولكن افتح حرية الرأي والتعبير حتى تكون لك مكانة في التنافس في عالم اليوم الذي يشهد تنافسية شديدة وسماوات مفتوحة بلا أي حجب. يعني أشكر الدكتور أسماء وأشكر الدكتور علي. أحسنت يا دكتور مصطفى، ونتمنى عليك يعني في الإجابات برضو ضيق الوقت الاختصار. طبعا العالم المذيع دايما يحب يتكلم كتير بس انت بتتكلم في المفيد. طيب هنسمع الدكتور عدنان. دكتور عدنان، طيب الدكتورة هبة، بروف عبد السلام، الدكتورة بروف حنان، تفضلي. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك بروف حنان عبيد، رئيس قسم الدراسات العليا بجامعة سليمان الدولية، تفضلي حضرتك. أشكرك أشكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم جميعا. أشكر زميلنا دكتور مصطفى على المحاضرة القيمة، وبروف عبد السلام الوحاتي على حسن إدارة الندوة، وكانت فعلا يعني كانت رائعة بكل المقاييس وناجحة، وتوضيحات يعني وإضافات نوعية لهذا الأمر. لكن أنا يعني بحب أضيف نقطة جوهرية، إنه إذا ما تحلى الشخص بالمتغير الأخلاقي وين ما يكون للأسف ما بنحقق أي نتيجة. حتى لو عملنا اختبارات وعملنا امتحانات وركزنا على هذا الأمر، لا ضروري إنه نتحلى بمنظومة أخلاقية، لأنه للأسف مجتمعاتنا حاليا تعاني من أزمة أخلاقية. الأخلاق مثل البركات، لازم إنها تضبط سلوك الإعلاميين وتضبط سلوك الأفراد بكافة شرائح المجتمع وبكل مقاييسه. شكرا جزيلا لبروف مصطفى وبروف الواحاتي وكل الحضور ورئيس الجامعة أستاذ سليمان الجندي الخفي وعميد الكلية والدكتور مدحت وكل الموجودين. شكرا جزيلا لكم
يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة حنان. شكرا دكتورة هبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير وجمعة طيبة عليكم جميعا. ممتنة جدا للحضور وشكرا جزيلا لدكتور مصطفى والفريق العامل. أنا دكتورة هبة عبد عريض، أستاذ جامعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إعلامية حرة. بسأل، أهلا وسهلا فيكم. كنت بسأل عن هل تختلف مواصفات ومقومات المذيع التلفزيوني من المذيع الإذاعي؟ والسؤال الثاني اللي بسأل منه، نعم، أن الاختلاف في مواصفات المذيع السياسي والمذيع الاقتصادي أو الفني، يعني الاختلاف شنو بينهم كلهم؟ يعني المذيعين الثلاثة دي، هل ممكن مذيع سياسي يقدم برنامج اقتصادي؟ وهل المذيع الاقتصادي ممكن يقدم برنامج اجتماعي أو فني؟ الحاجة الثانية برضو في الاختيار بتاع المذيعين اللي ظهرين الأيام دي في الشاشات العربية، يعني دائما بنلقى في نوع من المذيعين يعني بيكون مبالغ في في المسهر العام، في مبالغة خاصة من الإناث يعني، ودائما يعني بترجع الاختيارات للتدخلات الواسطة والمعارف يعني غالبا في القالب العام. فأتمنى الإجابة على الأسئلة دي، وشكرا لكم جزيلا، وشكرا لجامعة الملك سلمان، وشكرا شكرا دكتورة هبة. نذكر بس أنه فاضل باقي 10 دقائق نحن جامعة سليمان الدولي ولسنا جامعة الملك سلمان دكتورة هبة. أيوة، السلام عليكم. مساء الخير جامعة سليمان الدولي. شكرا. مساء الخير تفضل. تفضل. مساء الخير. تحية إدريس. تحية لكم دكتور إدريس. إدريس أهلا وسهلا. تفضل. نعم، أنا الإذاعي والصحفي إدريس حميد من ليبيا. اهلا وسهلا. تفضل. شكرا لكم على هذه المحاضره القيمه، واعتذر انا حقيقه كنت في مقابله تلفزيونيه تابعت جزء من اللقاء ولكن فهمت الموضوع. طبعا انا اذاعي منذ 27 عاما في مجال التقديم الاذاعي والبرامج الحواريه. موضوع قيم جد قيم، موضوع مهم. نحييكم عليه ونحيي الأستاذ المحاضر على هذا الموضوع، وهو موضوع مهم جدا يتعلق بالخطاب الإعلامي ومسيرة المؤسسات الإعلامية والعنصر الأساسي فيها وهو المذيع أو مقدم البرامج. ونحن نشهد يعني خطابات من قنوات ووسائل إعلام، يعني في إطار الحديث عن الخطاب الأخلاقي الذي هو يتجسد في كل مهنة ومنها مهنة الإذاعي والوسيلة الإعلامية. أنا حقيقة ما تابعت لكن عندي بعض الأفكار يعني. باختصار شديد دكتور إدريس، نعم، عشان إحنا فضلنا، نعم، دقائق وعندنا أكثر من، نعم، 3 مشاركين. نعم، يعني بالفعل يعني من هو المذيع، يعني من هو الذي توفر فيه شروط المذيع المحاور، وقد رسخت في أذهاننا كثير من المذيعين والإعلاميين العرب والأجانب الذين يعني حقيقة نقتاد بهم يعني، وفقدوا في هذا الوقت يعني، لأن أصبح كل من هب ودب يعني يدخل مذيع ويحاور والأسئلة بعيدة عن الواقع وغيرها. فأشكركم، أنا حبيت أن أشارككم في شكرا هذا. بارك الله فيك. شكرا دكتور إدريس. شكرا بارك الله فيك. نستمع للدكتور عصام صيام. تفضل زميلنا العزيز دكتور عصام. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور عصام صيام، مدير مكتب النائب الأول لرئيس الجامعة. بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للبروفيسور مصعب الجمل رئيس الجامعة المحترم، والبروفيسور عبد الكريم الوزان النائب الأول لرئيس الجامعة لإتاحة هذه الفرصة القيمة لهذه المحاضرة، وكذلك البروفيسور عبد الله الوزان عميد كلية الإعلام بالجامعة. الحقيقة مداخلتي عبارة عن شكر وتقدير للخبير الإعلامي الدولي الدكتور مصطفى عبد الوهاب. الحقيقة محاضرة رائعة وقيمة، أسلوب سهل وواضح،
بلغة عربية فصحى متقنة. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. شكرا. خالص تحياتي وتقديري لسيادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عصام. شكرا جزيلا. نستمع للدكتور طارق ثم الدكتور عبد الرحيم ثم الدكتور أمين. دكتور طارق. دكتور عبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الدكتور طارق علي حمود، جامعة بغداد، كلية الإعلام، قسم الإذاعة والتلفزيون، أستاذ الإعلام الرقمي، الدراسات العليا. أهلا وسهلا. في حقيقة الأمر أدعو إلى إقامة مؤتمر عربي موسع للإذاعات الرقمية للسيطرة على المحتوى الرقمي و تنظيم عملية الإذاعات الرقمية في سواء البودكاست الشخصي أو حتى الإذاعات الحكومية، لأن هذا الجيل الجديد من الإذاعات أصبح واقعا ملموسا يعيش في كل تفاصيل حياتنا، وعلينا كنخب أكاديمية أن نقدم في هذه المؤتمرات رؤيتنا المستقبلية لما ستصير إليه هذه الإذاعات، سواء في مخاطبة الجمهور أو في سواء إعداد المحتوى الرقمي الإذاعي. شكرا لجميع الأخوة العاملين على إقامة هذه الورشة، ونحضر لورش قادمة، وألف تحية لكل القادمين. شكرا. دكتور عبد الرحيم. دكتور عبد الرحيم تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لك دكتور عبد السلام، وشكر الله للدكتور مصطفى عبد الوهاب على هذه المحاضرة القيمة وهذه الورشة التي تناولت موضوع في غاية الأهمية، خاصة إذا كانت مداخلتي من وجهة نظر تناول فيها موضوع ما يتعلق بالإعلام العربي بصورة عامة أصبحت الآونة الأخيرة الذين ينتمون إليه، وآسفا لهذه العبارة، ليس من أهله، فالهواء الذين أصبحوا يعني ينتمون لهذه المؤسسات الإعلامية تغدح في حق أهل التخصص كثيرا، خاصة كما ذكر الأستاذ مصطفى هنالك بعض الأخطاء المستخدمة في بعض تجد في بعض البرامج الجادة التي تستخدم فيها اللغة العربية الفصحى، هناك إدخال بعض الجمل وبعض العبارات، محاولة هروب بعض المذيعين من اللغة الجادة للبرنامج بإدخال بعض اللهجات أو اللغات العامية أو الكلمات العامية، واستخدام أساليب فيها نوع من التجريم لهذه المؤسسات من حيث استخدام بقول لك سكن تسلم، ولكن هذه أخطاء ترتكب في اللغة. مؤسسات الإعلامية منذ يعني زمن بعيد وإلى وقت قريب كان الانتماء لهذه المهنة يخضع لمعايير صارمة جدا، ولكن أصبح اليوم في ظل الفضاء المفتوح وظل الإعلام الرقمي وظل القنوات التي أصبحت منتشرة على مواقع اليوتيوب وما أدراك، أصبح الإعلام يمارس من العامة لو صح التعبير في إطلاقه، فهنالك يعني لابد من وضع ضوابط، وأنا أعضد على هذه الفكرة التي ذكرها المتداخل الذي قبلي بضرورة إقامة مؤتمر، ضرورة إقامة مؤتمر لضبط الخطاب الإعلامي، ضبط الخطاب الإعلامي، خاصة بأنه يا جماعة زي أذكر دكتور عبد السلام في المؤتمر الأخير الذي أقامه اتحاد الجامعات الأفرو-آسيوية الذي كان مزمع قيامه في دولة المغرب، ولكن إرادة الله إن كان أونلاين، فكان يتحدث عن الإعلام الرقمي. من ضمن التوصيات التي أذكرها أن تتضافر الجهود بوضع قوانين مقيدة لهذا النشر الإعلامي، فأرى ضرورة أن قيام هذا مؤتمر مثل هذا النوع أن يكون هنالك ضوابط عامة للنشر الإعلامي، أقصد به حتى من باب المذيعين سواء كان الإذاعي أو سواء كان التلفزيوني، وأصبحت الآن القنوات منتشرة على المواقع كما ذكرت، لابد من ضبط الخطاب، لابد من ضبط الخطاب. شكر الله لكم
بارك الله فيك دكتور عبد الرحيم، اهلا وسهلا بي. الان الدكتور امين. دكتور امين اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. لست بالدكتور ولكني طالب جامعة الملك فيصل بتشات. لدي استفسار فقط بسيط في ماهية الإعلام، أهو فن أم علم؟ لأنه من المتعارف عليه أن الإعلام بصفة عامة والتقديم الإذاعي بصفة خاصة هما تخصصا يعتمد على تدريس أكاديمي ونظام تعليمي، ومن ثم يتخرج الشخص عامل معه دبلوم الإعلام ومن ثم ينطلق في مهنة الإعلام أو كما يسمونها في مهنة المتاعب. ولكن أرى أن لدينا هنا على الصعيد المحلي صحفيون تخصصاتهم بعيدة كل البعد عن الإعلام كالتاريخ والقانون وما إلى ذلك والشريعة، ولكنهم يحسبون مواجهة الإعلام. لدينا يقدمون البرامج ويزيعون الأخبار وما إلى ذلك، فهل الإعلام مهارة وفن فقط يكتسبها الشخص من تلقاء نفسه أم ماذا؟ وهل هناك فرق بين الدارس للإعلام أكاديمياً والذي تلقاه عن طريق مهارته الشخصية؟ هذا سؤالي وشكر أجزله. شكراً لكم. شكراً جزيلاً. نستمع الآن إلى الأستاذ محمد عمران ثم نكتب بروف عبد الله الوزع. الأستاذ محمد عمران أو الدكتور محمد السلام عمران. عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي وأسعد الله مساءكم بكل خير. محمد عمران جيري، مراسل إذاعي بالإذاعة المصرية شبكة الإذاعات الإقليمية. المداخلة يعني خلال يعني في ثواني دقيقة قليلة. الجزء الأول يرتبط بهناك يعني وثار في الآونة الأخيرة عقب ظهور نتائج الثانوية العامة، هناك من يدعو إلى عدم التحاق أبنائنا وأخوتنا بكليات الإعلام. هذه يعني الظاهرة أثيرت في السنوات الأخيرة بشكل مبالغ فيه كثيرا. النقطة الثانية ما يتعلق بصحافة المواطن والمواطن الذي يحمل جهاز محمول، وأصبح الإعلام الرسمي أو الإعلام الرصين أو الإعلام الأكاديمي هو من ينقل من مواقع التواصل الاجتماعي. النقطة الثالثة والأخيرة ما يتعلق بدور التدريب والتأهيل خاصة معهد الإذاعة والتلفزيون بمصر. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد عمران. بروف عبد الله الوزان عميد كلية الإعلام، تفضل. إكرامكم الله دكتور عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا هو ليس سؤالا ولكنها مداخلة لشكر معالي الدكتور مصطفى عبد الوهاب. طبعا بنقول له شكرا لسعادة الدكتور الفاضل الأخ الفاضل دكتور مصطفى عبد الوهاب على هذه الورشة القيمة طبعا والتي أبدع فيها، فجزاه الله خيرا عن هذا الجمع الكبير. طبعا دكتور مصطفى ننتظره مرات ومرات إن شاء الله في مرات قادمة ليظهر لنا هذا الإبداع. طبعا أذكر أن هذه الأمسية الرائعة تبث من خلال جامعة سليمان الدولية بكلية الإعلام، وطبعا دكتور مصطفى هو عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام إذاعة وتلفزيون. فشكرا أخي الفاضل دكتور مصطفى على هذا الإبداع في العرض، وكذلك أود شكر معالي البروفيسور أستاذ دكتور مصعب الجمل رئيس جامعة سليمان الدولية، وكذلك الشكر موصول لمعالي البروفيسور نائب رئيس الجامعة دكتور عبد الكريم الوزان، وأيضا لمعالي الدكتور عميد الأكاديمية دكتور عبد السلام الوحاتي، وشكر تفضلكم وجزاكم الله ألف خير. شكرا. 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 بروف عبد الله كلية الإعلام. دكتور مدحت شكرا. تفضل دكتور عبد. بعد إذن حضرتك. تفضل. بعد الشكر لجامعة سليمان ممثلة في رئيسها الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور مصعب سليمان جمل، وأستاذنا الفاضل النائب الأول دكتور عبد الكريم الوزان، وأستاذنا الفاضل عميد كلية الإعلام دكتور عبد الله، دكتور عبد السلام الوحاتي، والأخ الزملاء دكتور حنان والدكتور عصام صيام، وأخونا وابننا الغالي الأستاذ المهندس سليمان. بنتوجه بعظيم الشكر فعلا لأخونا الفاضل الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الوهاب لعظيم ما قدم. وليه تساؤل بسيط عنده، هل ميثاق الشرف الإذاعي
هيضبط العمل الإذاعي للمذيع؟ هل ده كافي؟ وهل من تعارض ما بين ذلك وبين الخضوع للسلطة التنفيذية أم لا؟ شكرا، السلام عليكم. شكرا دكتور مدحت، بارك الله فيك. دكتور مصطفى أنا استأذنك دقيقتين فقط علشان الوقت يعني دهمنا بالفعل، فممكن تجاوب بس إذا سمحت لي على الأسئلة والمدخلات اللي طبعا استمتعنا بيها. تمام، هبدأ من حيث انتهينا ردا على الأخ دكتور مدحت. نعم، ميثاق الشرف الإذاعي يمكن أن يكون فعالا في حالة واحدة فقط، إذا تبنت نقابة الإعلاميين بما تملكه من قانون تطبيق هذا الميثاق، لأن الميثاق موجود بالفعل ويوقع عليه كل عضو للنقابة، لكن بكل أسف عدم فعالية الميثاق لأن النقابة ليست مهتمة بالتطبيق العملي لأسباب يطول الشرح والكلام فيها. دكتور عبد الله الوزان، بشكر حضرتك جدا على إشادتك وعلى مداخلتك الطيبة، أشكر لك وشرف لي وجودي في جامعة سليمان كعضو تدريس فيها. دكتور محمد عمران سأل عن حكاية عدم الالتحاق بكلية الإعلام، طبعا بصيرة هذا الأمر نتيجة أنه احنا أصبح عندنا أكثر من تقريبا 36 قسم أو شعبة للإعلام، هذا العدد يخرج لدينا الآلاف سنويا، ربما سوق العمل تشبع ولم يعد في حاجة إلى المزيد، عشان كده ينصح دائما بأنك أنت قبل ما تفكر تدخل ابنك إعلام فكر في أن سوق العمل دلوقتي لم يعد يستوعب كل هذه الأعداد. إحنا زمان في كلية الإعلام كنا 300 واحد على مستوى الجمهورية كلها، دلوقتي أكثر من 36 قسم وشعبة للإعلام، فأعداد رهيبة جدا يعني لا يستوعبها سوق العمل. صحافة المواطن هي المجال الأول دلوقتي الخريجي إعلام، هي صحافة الموبايل، صحافة المواطن، اصنع إعلامك بنفسك، أعتقد أن وجودها أصبح أمر ضروري، لا عيب في استعانة القنوات الإعلام التقليدي بها، ولكن شرط تنقية المعلومات الواردة فيها. أنا دائما أقول نتعامل مع إعلام السوشيال ميديا أو النيو ميديا الجديدة شيء من الحذر والتدقيق قبل الاعتماد عليها في الإعلام التقليدي. دور التدريب مهم جدا وخاصة معهد الإذاعة والتلفزيون، وهو يقوم بهذا الدور الآن عن طريق الدورات، وأشرف أنني أحد الأعضاء الأساسيين في دورات معهد الإذاعة والتلفزيون. الأستاذ ابننا أمين الطالب بيسأل عن الإعلام هو مهارة ولا علم؟ هو فن وعلم في آن واحد، لأن له أصول علمية ونظريات علمية من قديم فهو علم، وأيضا هو فن لأنه يعتمد في المقام الأول على أسلوب وشخصية الإعلامي، وبالتالي لا نستطيع أن نغفل جانب المهارات الشخصية والفردية والفنية التي ينبغي أن يتمتع بها الإعلامي إلى جانب طبعا الرصيد العلمي والمعرفي. فبالتالي الإجابة على سؤالك هو أن الإعلام مهارة وفن وعلم في آن واحد. بالنسبة للدكتور عبد الرحيم، أنا أتفق معه أن الإعلام العربي الآن فعلا أصبح من ينتمون له ليسوا من أهله، وهذه مشكلة طبعا كبيرة جدا. أتفق مع الدكتور طارق حمود فيما ذكروا عن ضرورة إقامة مؤتمر عربي للإذاعات الرقمية، ولعل الدكتور مصعب الآن والدكتور عبد الكريم والدكتور عبد الله يسمعون هذه التوصية، وأتمنى في القريب إن شاء الله أن تكون ترجمة لها بإقامة هذا المؤتمر تحت رعاية جامعة سليمان الدولية، وتكون هي لها السبق والريادة في إقامة مثل هذا المؤتمر المهم. بشكر الدكتور عصام صيام على كلماته الطيبة، هو فاضل، وتحياتي لي طبعا. أيضا بتفق مع الدكتورة حنان عبيد في أن المتغير الأخلاقي مهم جدا، وأن لدينا فعلا أزمة أخلاق يتوجب طبعا أن يتمتع بها الإعلامي والإذاعي قبل الدورات التدريبية وقبل الاختبارات، هذا لا خلاف عليه. الدكتورة هبة طرحت سؤال عن هل هناك فرق بين مواصفات مذيع التلفزيون ومذيع الراديو؟ كلاهما يجب أن يتمتع بكل ما ذكرناه من سمات، سواء كانت مهارات الصوت، سواء كان الثبات الانفعالي، سواء كان الثقافة أو الخيال، كل هذه صفات مشتركة ما بين الراديو والتلفزيون، ما يختلفون فيه فقط هو الشكل والمظهر فيما يتعلق بمذيع التلفزيون، طبعا ده بيكون شرط أساسي، أما مذيع الراديو طبعا لأنه لا يظهر فليس مهما هذا الشرط، وإن كان طبعا
التلفزيون بيزيد بس في نقطتين اثنين اللي هم الكاريزما والشكل والمظهر، هم دول اللي بيختلف فيهم مذيع التلفزيون عن مذيع الراديو، وفي الباقي يجب أن يكون هناك اتفاق تام بينهما. فيما يتعلق بسؤال دكتور عدنان حول هل هناك فرق بين المذيع السياسي والاقتصادي والفني، لا هو لا يوجد فرق. هو طبعا المذيع يجب أن يكون شعاره في البداية أن يعلم شيئا عن كل شيء، فإذا تخصص فليعلم كل شيء عن هذا الشيء. فالمذيع السياسي والاقتصادي في تقديري ينبغي أن تكون لديه أولا ملكة اللغة العربية متمكنا منها، أن تكون شخصياته أقرب إلى الشخصيات الكلاسيكية والجادة. أما المذيع الفني فلا يشترط فيه اللغة العربية الرصينة ولا يشترط الشخصية الكلاسيك. هذه الفروق البسيطة في رأيي. هناك بعض المذيعين يجيدون أداء كل هذه الألوان بنفس الكفاءة، احنا بنسميه في عالم المذيعين المذيع الجوكر، اللي هو بيقدر يؤدي الألوان السياسي والاقتصادي والفني. وإن كنت أميل أنا إلى التخصصية، فالمذيع السياسي ينبغي أن يكون متخصصا في مجال الاقتصادي حتى يكون أكثر مصداقية وإقناعا للجمهور. يعني أعتقد أنني في برضو معلش. طيب أنا أعتقد كده أجبت بسرعة وأعتذر عن الإطالة يعني. شكرا دكتور مصطفى على هذه الإجابات الرائعة والمحاضرة القيمة، بالفعل استمتعنا بها واستفدنا. شكرا لك وإن شاء الله نلتقي في ورش قادمة. شكرا لمعالي رئيس الجامعة والنائب الأول لرئيس الجامعة وضيوفنا الكرام، بارك الله فيهم جميعا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعاه. نلتقي بإذن الله في ورش قادمة، والذي لم يسجل يسجل بياناته في عشان نحصل على الشهادات بإذن الله. إضافة بس لو سمحت. تفضل. شكرا لما تفضل به الدكتور مصطفى، بس يعني الآن الراديو أصبح يبث على صفحات التواصل الاجتماعي، يعني يشاهد نشاهد المذيع، يعني هذه إضافة. صحيح. نعم. صحيح. شكرا دكتور. احنا عايزين دكتور عبد السلام من الدكتور مصعب والدكتور عبد